المجاهدين اللي عاهدوا الناس وتعاهدوا، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، هذا يبقى محافظ على كلمة وشرف تاع المجاهد. أما اللي كلا وباع وكذا تروح له صفة عند ربي، تبقى عند الناس تاج في الدنيا، أما عند ربي تروح. فكرتني في الثورة. فكرني المجاهدين هذو اللي راني نشوف فيهم ذوك في الطابلوات هذو، وفكرنا هذا الأناشيد، فكرنا الثورة، عقبت علينا مغامرات كبار في الثورة. احفظ الجزائر أمنا وشعبا وشعوبا يا رب العالمين، اللهم احفظها من كيد الأعداء ومن تربص المكيدين يا رب العالمين. تكون دماء جديدة، تكون لا رولاف. لا نريد أن يكون هذا اليوم مجرد يوم نضع فقط بروض. الواجب اتجاه هؤلاء الشهداء أن نعمل في الميدان بإخلاص وإتقان وتفاني.